يسعد صباحكم. كتير بنسمع إياكم تأكلوا السمك مع البيض أو تشربوا حليب بعد السمك لأنه بيعمل حساسية، ومش بس بيعمل حساسية كمان بيعمل مشاكل صحية. بقدر أقول لكم هذا الكلام عاري تماما عن الصحة، ما هي إلا إشاعات. بعض الناس ممكن يصير معهم حساسية ولكن الناس أقل. بشكل عام بإمكاننا نتناول السمك مع البيض، وبإمكاننا نشرب الحليب بعد السمك، وبالعكس هو كله صحي. أما اللي بصير مع حساسية ما يأكلش.